حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم الأمم التي لا تبدع وتوقف نموها العقلي والإبداعي تتقهقر إلى التاريخ دائما هذا في كل تاريخ الأمم وبعض المسلمين للأسف الشديد أبدع في عملية التراجع والتقهقر إلى بطولات التاريخ والإنجازات الماضوية بل الى عقد الماضي وازمات الماضي واشكالات وخلافات ماضي المسلمين التي لم يخلدها القران الكريم الكتاب المرجع والحجه الاكبر وفيلم سيده الجنه الذي اثار ضجه كبيره في العالم العربي والاسلامي وفي اماكن تواجد المسلمين هو مصداق لمنح تجديد الاحقاد والكراهية بين المسلمين فيلم سيدة الجنة هو فيلم يدمر الشيعة كما يدمر السنة معا ويدخلهما في صراع كبير من خلال حبكة انجليزية للمخرج إيلي كينج الذي يربط بين الماضي والحاضر محاولا لصق الإرهاب الداعشي باهل السنه الذين تبراوا من داعش وكل الارهاب ويستثمر فاطمه الزهراء عليها السلام لشق عصا المسلمين من الحجه علينا؟ القران ام التاريخ الاسلامي؟ الكل يقول الحجه القران وهذا ما امر به المولى عز وجل والرسول صلى الله عليه واله وسلم هذا نظريا لكن عمليا كل المسلمين يعملون بمقولات التاريخ وليس بنصوص القران وللاشاره فقد قالت فاطمه الزهراء يا ابا الحسن ان رسول الله صلى الله عليه واله عهد الي وحدثني اني اول اهله لحوقا به ولا بد منه فاصبر لامر الله تعالى وارضى بقضائه فاطمه الزهراء اوصت بالصبر وليس بنشر الفتنه بين المسلمين ولا يمكن لاهل البيت ان يكونوا عامل تفريق وفتنه واحراق للجغرافيا الاسلاميه ثم الم يقل المولى عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله الله تعالى نهانا بشكل صريح عن سب الذين يدعون غير الله حتى لا يسبوا الله فماذا عن سب رموز المسلمين الذين يقرون بالشهادتين؟ قال الشيخ جعفر السبحاني من علماء مدرسه اهل البيت في الظروف التي تعيشها البلدان الاسلاميه في الوقت الحاضر والفتنه الكبرى التي اثارها الاجانب والتي ادت الى تقاتل المسلمين وتشريد الملايين من العراقيين والسوريين من منازلهم واوطانهم ليلجاوا الى الغرب فان انتاج هكذا فيلم، فيلم سيده الجنه لا يحقق الا مطالب الاعداء وهو بعيد كل البعد عن العقل والتقوى وعلى هذا فان انتاجه حرام واي مساعده ماليه له تعاون على الإثم فيلم سيدة الجنة الفتنة الكبرى عنوان برنامج الإفلاميم ويشاركنا في النقاش فضيلة الدكتور سيد جعفر فضل الله الأستاذ الجامعي والأستاذ الحوزوي أيضا ومن لندن المهندس فاضل سليمان مترجم القرآن الكريم إلى الأنجليزية ومدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام وتدريب الدعاة ومن الجزائر الدكتور نور الدين محمدي استاذ الشريعه الاسلاميه في جامعه الجزائر مشاهدينا مرحبا بكم جميعا لكن منطلقا وبدايه حلقه هاته من برنامج الفلاميم لا تتعرض لا من قريب او بعيد الى مقام السيده فاطمه الزهراء التي هي سنخ محمد وعين محمد وروح محمد سلام الله عليها، نحن نناقش فيلما اقحم فاطمه الزهراء فيه ليس الا. الدكتور جعفر فضل الله دعني ابدا الحلقه مما طرحه منتجو الفيلم فيلم سيده الجنه. هم يقولون وقد تواصلوا معي بالمناسبه لما اعلنا عن الحلقه. ان الفيلم ليس اجتهادا ولا ابداعا انما هو تكريس لمقولات المسلمين سنه وشيعه ففي كتب الشيعه ما ورد في الفيلم وفي كتب السنه ما ورد في الفيلم وادل مصداق على ذلك كتاب سليم بن قيس الهلالي الذي اذا قراته هو ملخص للفيلم ليس الا اذا اين الاشكال؟ اذا كنا سنحيي قصصا مدفونه في موروثكم الاسلامي ولم ناتي بجديد انما كرسنا مقولات واقعيه تتحدث عن مظلوميه السيده فاطمه الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا لابد من التفريق بين جانبين وانا ساتحدث في البداية كقواعد عامة لابد م. ان نضعها كمبادئ م. لاننا لابد ان نفكر ضمن اطار نظري، من دون هذا الاطار النظري يمكن ان نتحدث بالكثير من الامور لكن لا يجمعها رابط واحد. صحيح النقطة الأولى: هناك فرق دائما بين التاريخ وقراءته وبين أن توظف ذلك التاريخ في الواقع المعاصر. هناك فرق أيضا بين أن تقرأ التاريخ أو ترويه رواية وبين ان تنتجه عملا فنيا النقطه الاولى لها علاقه بالتاريخ اليوم لدينا قراءه للتاريخ اليوم لديك كتاب او لديك ربما روايات او لديك امور واحداث تتناقلها كتب التاريخ باصناف شتى وربما السنه شتى عندما نريد ان نقرا التاريخ لابد ان نقراه بكل معطياته وبالتالي نستخلص منه ما يمثل نظرية بالنسبة إلينا وهذا الأمر لا مشاحة فيه ولا مشكلة فيه اليوم كتب الشيعة والسنة أو المنتمين إلى الشيعة والسنة من المؤرخين كتبوا الكثير الروايات أيضا هي فيها الغث وفيها السمين الكثير صح. كذلك لا مشكلة في أن نقرأ التاريخ ونحن نحتاج أصلا إلى أن نقرأ التاريخ خصوصا على هدى قول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لكن قراءتنا للتاريخ لابد ان تكون قراءه علميه وموضوعيه وان يجري النقاش في ذلك في الاروقه التي تعني ذلك التاريخ بحد ذاته او النظريات ربما. الامر الثاني وهو الاهم هو اننا عندما نريد ايضا ان نقرا التاريخ لابد ان نتوثق من المصادر التاريخيه، اليوم ذكرت كتاب سليم بن قيس، هناك نقاش بين العلماء في هذا الكتاب ونقاش كبير بعضهم يعتبر بأن هذا الكتاب ألف في القرن السابع الهجري ونسب إلى بعض الصحابة المغمورين للإمام علي عليه السلام هروبا من واقع السلطة إذا لدينا مشكلة في التاريخ إذا كنا نتحدث عن أمر يروي رواية موجودة في كتب فعلينا أن نناقش المسألة في الكتب في البداية صحيح. الأمر الأهم باعتقادي هو توظيف التاريخ في الواقع المعاصر لأن لأننا اليوم إذا كنا نريد أن نناقش فيلما نحن لسنا في جامعه او في ندوه علميه او في ربما بعض الاروقه الاكاديميه لنناقش التاريخ هذه الروايه صحيحه او تلك هذا التفصيل حدث او لم يحصل المساله لها علاقه اليوم بانتاج فني يريد ان يوظف التاريخ عبر ربط واقع تاريخي بواقع معاصر ونحن نعرف بان العمل الفني هو لا ليس فقط يروي روايه وانما ايضا يتحرك في سبيل ان يصل الى مشاعر واحاسيس وعندما نتحدث عن مشاعر وأحاسيس المشاهدين فنحن نتحدث عن حالة ربما من الانفعال اللاشعوري الغضب ربما أحيانا ضرب قداسات معينة موجودة في طريقة إظهار بعض الشخصيات في طريقة حديث بعض الشخصيات عن القضايا عن الأحداث هذا امر ايضا لابد ان يؤخذ بعين الاعتبار وهو الاساس في النقاش. اليوم ليست المساله التاريخ ما هو؟ هناك نظريات، هناك من ينفي، هناك من يشكك، هناك من يثبت ما حصل بعد وفاه النبي صلى الله عليه واله في بعض الجزئيات خصوصا فيما يتعلق بالسيدة الزهراء عليه السلام، وهذا لا مشاحة فيه، لكن أن تأتي و تسقط ذلك الواقع في ظرف تاريخي حساس جدا ومأزوم من واقع المنطقه، خصوصا عندما نربط بين حدث معاصر القى بكل ثقله على المزاج او على الوجدان او على الانفعال او حتى اثار بعض العصبيات، خصوصا انه اريد ان يجعل ايضا السنه المسلمين السنه ان يجعل المسلمون السنه جميعا في خط داعش مثلا نعم. ثم تاتي انت بداعش لتربطها بحدث تاريخي هناك خلاف في قراءته من جهه وهناك ايضا كلام لابد ان يوضع في الحسبان هنا كيف تعاطى اهل البيت عليهم السلام مع هذا الحدث التاريخي نعم. لاحقا صحيح. هل استثمروه لمصلحه شق الواقع الاسلامي انذاك او لا، طريقتهم في التعاطي كانت باسلوب اخر، هذا هذا منهج اساسي اليوم عندما تريد ان تتعاطى مع قضيه بهذه الحساسيه لانها قضيه عاطفيه من جهه، قضيه تراكمت عليها وجدانات اذا صح التعبير شيعيه وسنيه من جهه اخرى، شكلت ايضا نقطة بؤرة خلاف ومشكل حتى داخل الوسط الشيعي، اليوم تأتي وتستثمره في احداث اليوم القت بكل ثقلها في الواقع المعاصر ونحن نعرف ان ايضا ان لها خيوطا لكي تجعل السنه كلهم في هذا ونحن نعرف ان السنه ليس هذا الاطار المتطرف وبالتالي المزيد من احراق بيوت المسلمين وجغرافيا المسلمين في لحظه انهيار الدول والمجتمعات واحتراق خطا ججكرته. ياتي هذا الفيلم ليزيد الاحراق احراقا بحجه مظلوميه السيده فاطمه الزهراء استاذ فاضل من لندن دعني اسالك عن كيفيه استقبالكم لهذا العمل ولماذا اعتبرتم هذا العمل الفني اضرارا بالمسلمين الشيعة واضرارا بالمسلمين السنه ايضا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله آه في الحقيقه هذا العمل لم يكن الا تاجيج لفتنه موجودة ولكنها في الغرب هنا آه ليست, ليست مشتعلة فوكأن هناك من يريد آه نقل بعض الفتن الموجودة عندنا في الشرق إلى مسلمين الغرب أنفسهم آه الفيلم كان فيه حتى أشياء آه آه تسيء إلى آه الشيعة أنفسهم بسبب استغلال أمور ينظر إليها على أنها أمور عنصرية. نحن ليس عندنا مشكلة مع سيدنا بلال بن رباح إطلاقاً لا يوجد مسلم في العالم عنده مشكلة مع سيدنا بلال بن رباح لأنه كان أسوداً. مم. فلماذا إظهار أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والسيدة عائشة والسيدة حفصة في على أنهم كانوا سود هم الأربعة؟ هذا عمل يعني هذا الأمر. أثار هنا علامة استفهام كبيرة حول مدى عنصرية أو عدم عنصرية القائمين على الفيلم إحنا لو كانوا سودا ما كان عندنا أي مشكلة إطلاقا ونحن نحب سيدنا بلال بن رباح كما نحب كل الصحابة فما كان هناك داعي لهذه الأشياء هناك أشياء حدثت أيضا خاصة مسألة استغلال مسألة داعش اللي تسمى هنا آيسس <applause> وبدايه الفيلم بهذه انا طب... انا انا شاهدت الفيلم على فكره منذ شهور شاهدته بطريقتي ولاني علمت انه سيصدر و... وما كان عندي اي مشكله ان يترك في السينمات على فكره ولكن هنا المسلمون الذين تظاهروا وطالبوا بمنع الفيلم هم مارسوا حقهم الطبيعي ال... الديمقراطي المسموح به في القانون ولكن انا رايت ان هذا كان فيه نوع من انواع الدعايه اكثر للفيلم ما كان يجب ان يحدث نعم دكتور نور الدين من الجزائر الى متى يعني يستمر الغباء الاسلامي والاستحمار الاسلامي والقابليه للفتن يعني للاسف الشديد المسلمون بدلا يذهبوا الى المستقبل ليصنعوا لنا نهضه وحضاره ويصبحوا قاده في المشهد الدولي تجدهم يعودون الى مساوئ التاريخ الاسلامي بحجه الانتصار للصحابه هنا والانتصار لاهل البيت هناك علما ان كلا من الصحابه واهل البيت كانوا في اتجاه واحد وفي خط واحد وانتصروا للاسلام ومدحهم المولى عز وجل في القران الكريم من بنظرك يعمل على هذا الاستفزاز وإحراق العالم الإسلامي يعني كأنه لا تكفينا مشاكل لا يكفينا حريق لا تكفينا فتن مزيد من الفتن وهذا يصرخ سنة سنة وذاك شيعة شيعة بارك الله فيكم على هذا السؤال دكتور يحيى حياك الله للإجابة عليه هناك عدة سياقات أولا ألا لا أعتبر هذا الفيلم استحمارا فقط بل اعتبره للاسف للاسف الشديد استعطاف للغرب هم استعطفوا الغرب لاجل ان يبينوا التطرف الشيعي كيف يكون وعندما يستعطفون الغرب عن طريق امراتين امراه عصريه اسمها فاطمه كانت ضحيه تنظيم داعش وامراه من التاريخ عزيزه على المسلمين جميعا شمس العفه الحصينه وشمس الامومه الطاهره بنت نبينا صلى الله عليه وسلم فاطمه الزهراء يستعطفون الغرب لينشروا المذهب الشيعي في الغرب انا لا اعتبر المتطرف العراقي الشيعي او اللبناني او الايراني شيئا في الخلاف اذا كنت اعرف الحقيقه كمسلم سني ولكن عندما ياتيني متطرف من المانيا يغضب لفاطمه الزهراء على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو الذي غار على ازواج نبينا صلى الله عليه وسلم وكان سببا في نزول ايات الحجاب كيف لا يغار على فاطمه ويتهم بانه كسر ضلعها واحرق بيتها حاشاه وكلا وحاشا سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما نستعطف الغرب بهذه الوسائل ونسميه فنا سينمائيا أين الفن السينمائي في الأمة بعد وفاة المخرج العقاد لماذا يلجؤون إلى مخرجين من الغرب لماذا يلجؤون إلى كاتب سيناريو مطرود من الأمة العربية والإسلامية مطرود من الكويت وحذفت له ونزعت منه الجنسية يتكلم في قضايا من التاريخ مر عليها الزمن، السياق الثاني احسب السنين التي حدثت فيها الفتنه بين المسلمين بعد مقتل عثمان سنه 35 الى عام الجماعه سنه 40، خمس سنوات اذا قسمناها على 1500 سنه 15 قرنا من التعايش السلمي بين الشيعه والسنه لا تظهر إلا صفر فصل صفر ثلاثة بالمئة أنغرق في صفر صفر ثلاثة بالمئة من الزمن ونتجاهل الزمن العظيم الذي عشنا فيه مسالمين متسالمين برزت فيه كفاءة أهل البيت في عام الجماعة الذي استمر عقدا من الزمن عشر سنين كاملة استمر فيه عقد الجماعة بصلح الحسن ابن علي وكان الحسن خليفة لا ننسى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر بخلافه الحسن لما قال ان ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فسماهما طائفتين مسلمتين رسول الله صلى الله عليه وسلم واقر صلح الحسن في هذا الحديث ونزل الحسن عند الصلح وتنازل عن الخلافة لصالح معاوية ونقف هنا فقط لا أبدا إن الحسن وأهل البيت شاركوا معاوية في المرحلة مرحلة عام الجماعة التي استمرت عشر سنين لماذا لا نتكلم عن الإنجازات التي حصلت في عام الجماعة في هذه المرحلة المهمة إنجازات في التطور العسكري إنجازات في التطور الاقتصادي إنجازات في التطور السياسي انجازات في في التطور التعليمي في هذه المرحله فسر ابن عباس القران الكريم في مكه في هذه المرحله توسعت الفتوحات وظهر القاده التاريخيون لماذا لا نعتبر معركه صفين معركه او ازمه علمت شباب الصحابه وشباب التابعين القياده في الامه فكانوا قاده في الفتوحات بصر بن ارطاه فتح القسطنطينية أين تعلم بصر بن أرطعه؟ أليس من أزمة صفين وأزمة موقعة الجمل وأزمة ما بعد مقتل عثمان نعم. دكتور نور الدين كل ما جئت هل... نعم دكتور نور الدين الدكتور. كل ما جئت على ذكره مقنع وصحيح ونتبناه جملة وتفصيلا لأنه الكلام الجامع لعموم المسلمين والله مرنا بالوحدة وقال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ارجو ان تبقى معي دكتور نور الدين سيد جعفر دكتورنا العزيز اليس من اكبر الظلم للزهراء واكبر الطعن للزهراء وضربها ليس فقط في قلبها بل في ظهرها ايضا وهي بنت رسول الله ان اخالف تعاليمها الم تربينا الزهراء على ترك الغيبه والنميمه الم تربينا الزهراء على التعبد والاحسان الى الاخرين الم نتعلم من الزهراء ان ندعو لجيراننا قبل ان ندعو لانفسنا منتج الفيلم كفر اباكم رحمه الله عليه مفكرنا الاسلامي العملاق سيد محمد حسين فضل الله كفره جهارا نهارا كفر السيد كمال الحيدري كفر حتى الشيخ الوائلي وسماه بلفظ لا استطيع انا يحيى ابو زكريا ان اقوله كفر السيد حسن نصر الله وقال انه خائن لدماء المسلمين، كفر السيد السيستاني واعتبر الجميع من البتريين والبكريين، يعني كيف تكون منتميا للزهراء وانت ما تركت عمامه سوداء نقيه شريفه الا ورميتها بالبهتان، اين الزهراء في اخلاقك؟ يعني بطبيعه الحال لابد من الاعتراف بمساله اساسيه وهي ان التطرف والغلو في مسألة النظر إلى موضوع الموضوع الإسلامي ككل، الإجتماع الإسلامي، علاقة المسلمين السنة بالمسلمين الشيعة، التطرف هو موجود. اليوم التكفير هو جزء من القراءة المتطرفة بل الحركة المتطرفة في التعبير عن هذا النوع من الغلو في ضرب الاخر، في تكفير الاخر، في اخراجه، بل كل من لا يتبنى هذه القراءه وانت ذكرت مجموعه من الاسماء التي يكاد يجمع عليها كثير من الناس انها اصبحت خارج الدائره الاسلاميه بتكفير بعض هذا الخطاب المتطرف، ولذلك حتى لا نغرق في هذه الجزئيه لابد ان نخرج منها قليلا لنقول ان التطرف في كل المذاهب وفي كل الأديان وفي كل الاتجاهات حتى في العلمانية اليوم هناك علمانية متطرفة وعلمانية غير متطرفة صحيح. التطرف هو جزء من هذه الحياة اليوم نحتاج إلى أن نفكر كيف يجب أن نتعاطى مع هذا الفكر المتطرف الأستاذ فاضل تحدث عن مسألة بالغة في الأهمية وكان قال كان هناك تعبير عن رفض هذا النوع من الافلام هذا النوع من الانتاج الفني وكان يرى بان هذا ساهم في الدعايه بشكل وباخر انا اذكر منذ سنتين اظن اثير الموضوع انه سيتم انتاج هذا الفيلم وانا كتبت دعوه يمر بمعنى لابد اليوم ان ننتج ان نخرج من هذه الجزئيه بدرس وعبره اساسيه وهي ان ننتج طريقه تعاطينا اليوم مع كل من يريد ان يزرع الفتنه بين المسلمين، مع كل من يريد ان يلعب بطريقه فنيه وبطريقه معاصره وبالاساليب اليوم التي تمتلك زخما كبيرا في عالم التكنولوجيا والتسويق في ان ننزع هذا الفتيل وان لا نسمح له بان ياخذ اكبر من حجمه في الواقع الاسلامي. السنه ليسوا متطرفين، نعم هناك جزء متطرف من السنه وقد راينا بعض افاعيله وتكفيراته وما الى ذلك واجرامه. الشيعه ليسوا متطرفين، اليوم نجد هذا الخطاب المتطرف الذي يستند الى قراءه تاريخيه، قد يكون كثير من الشيعه اليوم يتبنون الخطاب او الرؤيه التاريخيه فيما حصل على السيده الزهراء عليه السلام، وان كان بعضهم يناقش ذلك، لكن هذا لم ينتج تطرفا تجاه المسلمين السنة بالمعنى الحركي وبالمعنى الواقع نعم قد تتبنى وجهة تاريخية تخطئ هذا أو تخطئ ذاك أو تقول هذا أحسن وهذا أساء لا مشكلة في ذلك صحيح. اليوم نحن لا نتعبد بالتاريخ ولا نتعبد بالأشخاص الذين جاءوا في التاريخ اليوم نريد أن نعبد الله والله صحيح. تعالى قال لنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب هذه علاقتكم مع التاريخ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ليس التاريخ مسؤوليتكم وإنما هو مسؤولية الذين أنتجوا فلتنتجوا أنتم تاريخكم، اليوم نريد أن ننزع هذه هذا الفتيل التفجيري الله. الذي يستغل اليوم عالم التسويق والتكنولوجيا ودعني أقول بذكاء ودهاء يستغل قضيه هي من اقدس القضايا على المستوى العاطفي والوجداني والايماني لدى المسلمين الشيعه والسنه على حد سواء، ويريد ان اليوم ان يستغل هذا الجانب في سبيل ان يسوق لهذا الفيلم على انه انتصار لهذه القضيه. لكن لابد دكتورنا العزيز ان نوضح من يريد ان يسرق عباءة علي بن ابي طالب. ليجعل منها وقودا لإشعال الفتن بين المسلمين لأن المتطرف السني واضح والمرجعيات السنية تبرأت منه المطلوب أن المرجعيات الشيعية تتبرأ من المتطرف الشيعي حتى لا نضيف إلى عباء أزماتنا في خط طنجة جكرتا حريقا شيعيا جديدا يتحمل اتباع مدرسه اهل البيت وجره في الدنيا والاخره. دعني اضيف نقطه. نعم. اريد ان يقال ان داعش تمثل السنه ليضرب الاسلام من خلال ذلك، اليوم يراد ان يقال هذا النوع من الخطاب ضد الاخر الذي يستند الى التاريخ هو ايضا يمثل الشيعه وهذا ليجعل الشيعه متطرفين ليضرب الاسلام ايضا من خلال ذلك، ما نريد ان نقوله لا بد من صوت بلا شك، وقد صدرت بعض الاصوات تجاه هذا اللون من الخطاب، لكن اقول ايضا لا بد أن نبدأ لنفكر كيف نبذر البذار ليس فقط في الأوقات الحارة صحيح. التي تبرز فيها قضية صحيح. وإنما الهواء عليل والنسيم صح. أيضا بارد نحتاج إلى أن نبذر اليوم وننزع الفتائل وأضيف نقطة أخيرة نعم. ولو بثانيتين الإمام علي عليه السلام الذي اليوم هو واحد من الشخصيات الأساسية على الفرض في هذا النوع من السيناريوهات علي بن ابي طالب عليه السلام ماذا قال لا اسلمن ما سلمت امور المسلمين أحسن. ولم يكن فيها جور الا علي خاصه لا أحسن. يزايدن احد لا يزايد يزايدن احد على علي بن ابي طالب في سبيل ان يستغل ماساه التاريخ في سبيل ان يضرب الواقع المعاصر يا سيدي انت حركت لواعجي واشجاني والله ذاك ابو الحسن ذاك ابو الحسن اين نجد امثال ابي الحسن مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود اليكم فابقوا معنا. مشاهدينا اهلا بكم من جديد عدنا والعود احمد ومن ادرك حلقتنا الان نحن نعالج فيلم سيدة الجنة كنت أتمنى أن يطرح فيلم عن السيدة فاطمة الزهراء بأسلوب مغاير بطريقة أخرى لكان العالم لكانت الإنسانية قد تعلمت من سيدة عظيمة جليلة منطلقات الإنسانية والأنسنة للكراهية والإقصاء أستاذ فاضل هل استقبلتم فتاوى مراجع الشيعة ببعض الطمأنينة يعني انا لدي كم هائل من الاستفتاءات التي وجهت لمراجع الشيعه وكلها تحرم هذا الفيلم يعني اذكر لك على سبيل المثال ايت الله ناصر مكارم الشرازي يقول مما لا شك فيه ان اولئك الذين يساهمون في اعداد ونشر هذا الفيلم ومشاهدته يرتكبون كبائر الذنوب خاصه في الظرف الحالي أه. الذي يصاب فيه المسلمون بخلافات وفتن كبيره وفتاوى كثيره قد يسعني المجال ان اذكر بعضها في طيات الحلقه. هذه الفتاوى انا حقيقه سمعتها الان من حضرتك في بدايه الحلقه واعتقد انها يجب ان تترجم وان تقدم للناس هنا في الغرب ولكن الى حد كبير علماء الشيعه في انجلترا وفي بريطانيا في معظم المدن قاموا ايضا باصدار بيانات تستنكر الفيلم، واجتمعوا مع علماء السنه واصدروا بيانات في في مقاطع فيديو، ولكن هذا الكلام عن عن ان هذه كبيره وان كل من يتبرع لهذا الفيلم فهو مخطئ او مرتكب لمعصيه، هذا كلام جميل جدا يجب ان هو يتم ترجمته وتقديمه للناس. فهذا مهم انا ارى عن أن حقيقه عندي رؤيه لمساله الخروج من دائره الفتنه هذه اذا كان عندكم يعني دقائق انا احب ان اطرحها تفضل. على الاخوه تفضل. انا ارى حقيقه انه لن يخرج المسلمون من دائره الفتن الا اذا توفرت الاراده لابد ان تتوفر الاراده عند اهل المذهبين ان إحنا نخرج من هذا والاراده لن تتوفر حتى نشعر بالحاجه الى توحيد الكلمه والحاجه الى توحيد الكلمه يحتاج يسبقها ايمان بامكانيه تحقق هذه الوحده. امكانيه يعني امر ممكن وليس مستحيلا لان بصراحه يعني ملايين المسلمين يرون ان الوحده بين المذهبين ضرب من الجنون ومجرد التفكير في هذا الامر مستحيل والامر ليس مستحيلا الامر فقط يحتاج الى شجاعه في مواجهه الاخطاء التي تستفز كل طرف وتستعدي الطرف الاخر بالنسبه لاهل السنه مثلا معظمهم لا يعرفون عن الشيعه الا المتطرفين الذين يسبون زوجات النبي والخلفاء الراشدين الثلاثه الاول ولا يعرفون شيئا عن وجود شيعه اخرين لا يفعلون هذا بل هم المعظم يعني امثال مثلا اتباع العلامه محمد حسين فضل الله والاخرين الذين ذكرتهم حضرتك لا يعرفون شيئا عن علم عن علوم هؤلاء عن وسطيه هؤلاء لا يعرفون ان ان العلامه محمد حسين فضل الله كان شاعرا وله قصيده اسمها عائشه يمدح فيها ام المؤمنين انا لما ذهبت لزياره مكتبهم وكان الشيخ جع... الشيخ جعفر مش موجود انا قابلت مدير مكتب الامام محمد حسين فضل الله سمى ابنه عمر ويقول لي في المنطقه عندنا يقولوا لي انت ازاي تسمي ابنك عمر اقول لهم تاسيا بحيدر <applause> يعني تاسيا بسيدنا علي بن ابي طالب اللي سمى ابنه ايضا عمر فانا اؤكد لكم ان معظم السنه لا يعرفون شيئا عن هذا هذا الوجه من الشيعة لا يعرفوه من جهه اخرى اهل السنه عندما يريد احدهم انه يرد لا يجد أحياني. احيانا لماذا يلجا للعنف بعض السنه في الرد او الردود العنيفه وانا لا ابرر ابدا ابدا هذا ولكن هناك مشكله وهي ان رموز المذهب الشيعي هم هم انفسهم رموز المذهب السني فاذا سب احد افراد الشيعه المتطرفين الامام مثلا ابو بكر الصديق او عمر بن الخطاب لا يستطيع سني انه يسب الامام علي بن ابي طالب او سيدنا الامام الحسين لان هم هم نفس الرموز عنه فيحصل كبت ونتيجه هذا الكبت وعدم القدره على التنفيذ يحدث الانفجار. فيلم كهذا الفيلم المسيء للاسلام حقيقه يعني وليس للمذهب السني ولا ل... لا يستطيع السنه ان يردوا بفيلم يسيء للمذهب الشيعي. إذن إذا إذا بحثنا الأمر سنصل إلى أن الجهل هو العدو الأكبر للطرفين بالتأكيد هناك من لا يريد لأهل المذهبين أنهم يتفقوا فتجد هناك دائماً من يصب النيران آه يصب البنزين على النيران وهؤلاء يجب إن إحنا نوجه العوام إلى خطورة هؤلاء وأنهم مدفوعون من جهات أخرى فالأمر يحتاج لإرادة ولجلوس أئمة وعلماء الطرفين. والاتفاق على مساحات الاتفاق ومساحات الاختلاف كيف سنتعامل مع الاختلافات بحيث لا يتنازل احد عن معتقداته ولكن لا يحدث فيها مبالغات تستفز وتسيء للطرف الاخر انا ليس عندي مشكله ابدا في ان يرى اي انسان في الدنيا ان الامام علي بن ابي طالب كان اولى بالخلافه من ابي بكر وعمر وعثمان هذا راي سياسي ربما اتفق مع هذا الراي حتى بعض الصحابه ما عندي مشكله لكن مشكلتي عندما يقال انهم اغتصبوا الخلافه هنا تبدأ المشكلة إظهارهم في صورة طغاة هنا تحدث مشكلة يزداد التجاوز لما تروج لاخت... لخرافات عن اعتداء جسدي على السيدة فاطمة الزهراء وكسر ضلعها من قبل سيدنا عمر بن الخطاب هنا لابد أن يتدخل علماء الشيعة يعني ويمتد... أستاذ, فاضل، أستاذ فاضل في هذا السياق نعم. بربك نحن تعلمنا مد كنا صغارا نذهب إلى الكتاب في الجزائر نعم. أن علي بن أبي طالب عملاق الإسلام أن علي بن أبي طالب حارب الجن وحارب الإنس الخارجين عن أمر الله أن علي بن أبي طالب حمل باب خيبر بذراعيه أن علي بن أبي طالب صان الإسلام لا يقدر أن يدافع عن فاطمة الزهراء أي أيوة أي أيوة رجل شرقي اليوم أي أيوة رجل شرقي يعني يعتد على ناموسه يقتل ويدمي من أجل عرضه وناموسه فكيف بعلي؟ أقول لك شيء يا أخي الفيلم أظهر هذا بأن هذا حدث في غياب علي بن أبي طالب وأنه عندما عاد ضرب عمر بن الخطاب ولكن لذلك أنا في على قناة البي بي سي أنا كنت في مواجهة مع كاتب الفيلم وسألته هل تعرف ثلاثة رجال أسمائهم أبو بكر بن علي بن أبي طالب، عمر بن علي بن أبي طالب، عثمان بن علي بن أبي طالب أم لا تعرفهم؟ إذا كنت تعرفهم كيف لم تظهرهم في الفيلم؟ وقول لي بقى كيف لانسان اي انسان مش سيدنا علي بن ابي طالب ان يسمي اولاده الثلاثه على اسماء اغتصبوا اللي اغتصبوا منه الخلافه وظلموا زوجته وماتت كمدا بسببهم وضربوها وكسروا ضلوعها هل معقول هذا يصدر من علي بن ابي طالب ام ان هذه خرافه انتم تروجوا لها؟ لم ي... لم يستطع على كل حال استاذ الدكتور جعفر فضل الله قال لك ان الكتاب المعتد الذي نقلت منه هذه الروايه الف في القرن السابع وبالتالي الكثير يقول انه يعتمد على احاديث الاحاد وليس المتواتره. دكتور نور الدين في هذا السياق الدكتور الاستاذ المهندس فاضل سليمان تكلم بطريقه رائعه جدا على أن السنة لا يعرفون الشيعة والشيعة لا يعرفون السنة وهذا حقيقي يعني تدخل إلى اليوتيوب تجد معمم شيعي لا يكفر إلا السنة ويسب الصحابة وزواجات الرسول رضوان الله على الجميع وبالمقابل تجد سنة أيضا يكفر الشيعة ويسميهم بأسماء فظيعة جدا إلى متى نترك الساحة للمرضى النفسانيين يا اخي حولوا هؤلاء لمشفى الامراض العقليه عندنا مشافي عقليه كثيره في العالم العربي والاسلامي الى متى نترك المجال لهؤلاء استحوذوا على المنابر استعمروا الشاهد حتى الناس دفعوا اموال شرعيه بالمناسبه لانتاج هذا الفيلم بدل ان يدفعوا لتاسيس فضائيات حضاريه لاهل البيت يدفعون لهذا الفيلم لمزيد من الفرقه دكتور يحيى هذا راجع الى غياب المؤسسات الرسميه العربيه والاسلاميه عبر التاريخ للاسف عندما تغيب المؤسسات الدينيه الرسميه عن معالجه هذه القضايا ينتشر الجهل ويزرع ويثمر ويبيض ويفرخ ايضا نحن سمحنا للفراغ او لهؤلاء ان يعملوا في الفراغ لم نغطي هذا الفضاء باعمال حقيقيه بدراسات جاده بمجالس تجمع شباب المسلم في العالم العربي والاسلامي على طاوله واحده لينظروا في القضايا التاريخيه والقضايا الحاضره والقضايا المستقبليه هي المهمه جدا لهذه الامه في هذه المرحله الحساسه من تاريخ العالم الحديث نحن مقبلون على تغيير عالمي لا يقبل بالضعيف ولا يقبل ولا يقبل بالمت بالمشتت ولا يقبل بالمفرق وكل الذين يفرقون انفسهم هم عرضه للاندثار وللزوال في في المستقبل ربما القريب جدا ولكن دعني اقول لك لقد اخطا هذا كاتب السيناريو في حق نفسه واخطا في حق الغرب لان الغرب حساس سينمائي الغرب اذا علم ان المنتج السينمائي ركز على الخلافات او الروايات التاريخيه المختلفه فيها سينسف هذا الفيلم وسيعرض المخرج المخرج وكاتب السيناريو لشيء اخر فانظر الى مثلا الى مصطفى العقاد رحمه الله لما انتج فيلم الرساله استشار الازهر الشريف. وابدى علماء الازهر رايهم فيه. واستشار المجلس الاعلى الشيعي بلبنان. صحيح. وابدوا علماء الشيعه موقفهم منه. واعطوا ملاحظاتهم عليه. واخذ الفنانين من كل الدول العربيه والاسلاميه حتى من الهند. هذا المخرج المسلم. دكتور نور دكتور نور الدين. دكتور نور الدين. وتاكيدا نعم. لكلامك انا اتذكر عندما. يعني بدا العقاد رحمه الله عليه الذي قتله الارهاب في لندن يشاور بعض علماء مجلس الشيعي الاعلى في لبنان يعني احدهم اشكل على عدم ابراز صوره علي فظهر سيف علي ذو الفقار فقط واشكل على ان لا تظهر اي صوره لرسول الله هذه الافلام التي تحترم مقدسات المسلمين في خط طنجه جاكرتا نعم في هذا السياق دكتور يحيى اذا علمنا ان الغرب حساس للتطرف فهو سيرفض نتائج هذا الفيلم سيرفضها في المدى القريب والمتوسط والبعيد وسيحكم عليها حكما قاسيا جدا هو لا يؤذي الشيعة فقط او السنه فقط انما يؤذي الغرب لان التطرف العنيف سينشا اليوم في الغرب لانه سيتعاطف مع فاطمة الزهراء وقد لاحظت المترجمين في تسجيل على اليوتيوب أحد المترجمين الأجانب الذين شاركوا في الفيلم قال لما درست سينا... لما قرأت سيناريو ورأيت ما عانته فاطمة أحببتها وتعاطفت معها تعاطف معها في هذه الصورة المتطرفة هو لا يعلم حقيقة فاطمة الزهراء لا يعلم حقيقة أهل البيت أهل البيت هم واسطة عقد الشريعة اهل البيت هم مركز وحده الامه اهل البيت هم جوهر حياه الامه هم عنوان حضور الامه هم بركه وجودها فكيف نشوه سمعتهم عند الغرب دكتور يصحح هذه النظره دكتور اليوم دكتور ولذلك انا دائما نعم تفضل. دكتور وازيدك واهل البيت هم توام القران فاذا دعا القران الى تفجير المسلمين سيدعو اهل البيت الى تفجير المسلمين، لكن هيهات هيهات ان يدعو اهل البيت الى تفجير المسلمين. واضيف كذلك ان اهل البيت هم اهل صلح وصلاح واصلاح، اهل جمع الكلمه. عندنا في الجزائر لما دخل الاستعمار الفرنسي من الذي ثبت الامه؟ اليست الزوايا المنتسبه لاهل البيت؟ أحسن. تفاعلت مع كل الطاقات وصارت هناك مقاومه شعبيه للاستعمار الفرنسي في البلاد لقد شارك اهل البيت في مقاومه المستعمر وشاركوا في بناء الاستقلال ويشاركون اليوم في ارساء قواعد جمع لحمه الجزائريين في الداخل والخارج فينبغي ان ندرس اهل البيت دراسه معمقه لكن دكتور نور الدين دكتور قلبياً. نور الدين. علينا ان نحبهم نعم. ان نحبهم حبا عقليا ايضا دكتور لا نور الدين دكتور. هذا الفيلم يهدف يهدف هذا الفيلم اسال الام 16 ماذا تفعل في الع... اسال الانتلجنس سيرفيس هذا الفيلم يهدف الى تمزيق لبنان وضرب المقاومة في لبنان واتهامها بأنها تسب الصحابة حتى تجرد المقاومة من أي دعم في العالم السني هذا الفيلم يهدف إلى تمزيق العراق هذا الفيلم يهدف إلى إحراق اليمن هذا الفيلم يهدف إلى تمزيق السعودية الشرقية والقطيف والدمام هذا الفيلم يهدف إلى إحراق مصر هذا الفيلم يهدف إلى إحراق العالم الإسلامي بآل محمد ولهذا السيد يا علي خي... يحيى وهو السيد ما اشرت اليه أي عفوا في السيدة. احتمال حدوث تغيير عالمي سيؤثر على الامه العربيه والاسلاميه وهذا ال... وهذا الفيلم احد المخططات الرهيبه التي تحاك ضد هذه الامه نعم نعم في سياق اخر حدثني بارك الله فيك هل هناك بلد عربي او اسلامي انشا مركز سينيماتاك في جامع من جامعه الجزائر فعلت ذلك هناك مركز سينماتاك في جامع الجزائر سيفتتح إن شاء الله, إن شاء الله قريبا إن شاء الله. مركز سينماتاك للأفلام التاريخية والثورية والأفلام الدينية المعمقة التي يجلس فيها الخبراء والمؤرخون والدعاة ليناقشوها مستقبلا على الدول العربية والإسلامية أن تخطو هذه الخطوة مع الجزائر في إنشاء هذه الدور للنخبه المثقفه حتى تحكم على مثل هذه نعم الافلام نعم دكتور مجلس اعلى للشباب لماذا لا يؤسس نعم. مجلس اعلى للشباب الاسلامي والعربي دكتور حتى ربين. لا نسمح لهؤلاء المتطرفين من الجانبين من السنه والشيعة ان يؤثروا على توجهات الامه مستقبلا المزيد من الافكار ارجو ان تبقى معي دكتور جعفر السيد علي خامنئي كان صريحا وواضحا ومثل هذا الرجل انت تعرف وانا قابلته يعني لا لا يتكلم هكذا سدى التشيع البريطاني كداعش والنصره التشيع البريطاني كداعش والنصره موقف جريء وصريح وجنابكم كتبت مقاله ما شاء الله مطوله مؤصله يعني مستنبطه ومستنبطه التشيع اللندني والخطوه الاولى المطلوبه اذا تضحت الفكره هنالك في مختبرات الافكار هنالك همفر للسنه وهمفر للشيعة فماذا يريد همفر الشيعة ماذا تريد بريطانيا من التشيع اللندني لابد من دعني اقول لابد ايضا من وضع خط وربما هوامش متعدده لنعرف اين يجب ان نتحدث واين يجب ان نركز م. موضوع القراءه التاريخيه اليوم ربما اثار بعض الضيوف بعض القضايا التفصيليه هذا النقاش موجود هذا النقاش التاريخي الذي يبتني عليه نقاش عقدي او غير عقدي هذا موجود والخلافات موجوده اليوم نحن لا نريد ان نلغي هذه الخلافات ولن تستطيع اصلا ان تلغي هذا الاختلاف في قراءه التاريخ ولا في تقويمه ولا في شخصياته ولن تستطيع ان تجعل الشيعة اليوم ربما يكون لديهم موقف مشابه للسنه تجاه بعض الشخصيات وايضا العكس كذلك ولذلك اعتقد المساله ليست هنا ليست في القراءه التاريخيه حتى ان بعض المرجعيات الشيعيه التي تفتي اليوم بحرمة التبرع او ربما تفتي م. ايضا بحرمة المشاهدة وما الى ذلك لهذا النوع من الانتاج الفني، قد يكون لديها قراءة مشابهة لاصل المسألة، نعم لتفاصيل المسألة ليست كذلك، بمعنى انها لا تذهب بعيدا لاننا نتحدث اليوم عن اتجاه متطرف، اتجاه سبابة، اليوم م. الفيلم قد يمارس السب لكن بطريقة اخرى بحسب ما روى، انا لم اشاهد الفيلم وانما شاهدت التريلر يعني تبع الفيلم، م. بعضهم شاهده واشار الى بعض النقاط. اليوم ما نريد ان ننتقل اليه ان نرتقي بالامه الى مستوى تمارس فيه مسؤوليتها التاريخيه في خطين الخط الاول هو الاستمرار في انتاج القيم الداعمه للاجتماع الاسلامي المتوحد على اساس المشتركات اليوم لدينا ما نشترك فيه مسلمين سنه وشيعه الكثير الكثير، 95% من روايات الفقه والاخلاق والقيم وما الى ذلك هي مشتركه بين السنه والشيعه، القرآن هو مشترك اساسي بين السنه والشيعه كقاعده اساسيه لفكرهم الاسلامي وتدينهم. اليوم هذا المشترك نحتاج الى تفعيله في الامه، منهج القرآن في التعاطي مع التاريخ كيف كان؟ حتى التاريخ نفسه كيف تعاطى اهل البيت عليهم السلام مع ذلك. مع هذه المرحلة التاريخية. حتى مع الثورات التي اندلعت في العصر الأموي والعباسي كان الإمام الباقر. انظر, أنظر الإمام. ضد بعض انظر الإمام علي عليه السلام. ما الذي قاله في كتابه إلى أهل مصر؟ يقول فما راعني إلا أنثيال الناس على أبي بكر يبايعونه. نعم. فخشى. فامسكت يدي. ووقف موقف سلبي مذكور في الطبري وغير الطبري. نعم. حتى إذا رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام. بدات الرده بدات محاوله ضرب او دخول جهات عديده على الخط لضرب الاجتماع الاسلامي ما انجزه النبي صلى الله عليه واله والمسلمون معه حتى اذا رايت راجعه الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون الى محق دين محمد صلى الله عليه واله فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي هذه مصيبة علي بن أبي يعني طالب أبو أهل الحسن البيت. الإسلام القاعدة التي وضعها أبو الحسن الإسلام أولا بلا شك. وأرسل الحسن والحسين للدفاع عن عثمان بلا من شك عفان. ولذلك فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما زال كما يزول السراب أو كما يتقشع السحاب فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه. انتقل من ذلك الى المسار الثاني وهو مواجهه التحديات، نعم اشار بعض الضيوف الى مساله التحدي الكبير، اليوم تصاغ المنطقه، تصاغ يصاغ العالم لكن قبل صياغه المنطقه دعني في صياغه عقولنا ونحن مصابون بدايه الغباء في خط طنجه جاكرتا. الاستاذ فاضل قال للاسف اين الشيعه العقلاء؟ لم الاعلام الشيعي مسيطر عليه من قبل الغوغاء؟ يا أخي كلما تفتح قناة لعن سب ذم في زواجات الرسول لم لا يوجد عندنا إعلام منطقي نقدم فكر أهل البيت عرفان أهل البيت يا أخي فلسفة أهل البيت عظمة أهل البيت أداء أهل البيت على إمتداد التاريخ الإسلامي لم لا يوجد إلا هذا لأن التطرف أنت تعرف بأن الإعلام يحتاج إلى دعم مادي بالدرجة الأولى الإنتاج بحد ذاته لكن دعم الفيلم لك. بعشرين مليون دولار لذلك أقول لك اليوم الذي يدعم الذي يدعم هو الخطاب المتطرف حيثما كان مم. لأن هذا هو الذي يخدم أج... أجندة الاستكبار العالمي على تنوع وجوداته الذي يدعم هو الخطاب المتطرف السني والذي يدعمه هو الخطاب المتطرف الشيعي، والذي يدعمه هو الخطاب المتطرف حتى العلماني، لماذا؟ لان هذا اليوم هو الذي يهيئ الارض والمساحه لكي تاتي الخطط من اجل ان تحقق مصالحها، الكل لديهم مشكله وغداً، في الوحده وغدا يا دكتور جعفر يا صديقي الحبيب والعزيز يكفرونك كما كفروا أباك أنا انتهى من تكفيري وانتهى والحمد لله رب العالمين دكتور جعفر فضل الله نجل المرجع العملاق محمد حسين فضل الله رحمة الله عليه شكرا جزيلا لك كنت معنا من لبنان المقاوم العزيز الدكتور نور الدين محمدي من الجزائر المجاهده ارض العلماء والمجاهدين والشهداء شكرا جزيلا لك، الاستاذ المهندس فاضل سليمان الحبيب من لندن شكرا جزيلا لك، مشاهدينا وصلت حلقتنا الى تمامها. نسال الله ان يوفقنا لجمع المسلمين وتوحيد كلمتهم ونساله تعالى ان يلغي كل الحرائق والفتن في جغرافيا الاسلام والمسلمين هذا يحيى ابو زكريا يستودعكم الله الذي لا تضيع ابدا ودائعه حياك ربي شكرا جزيلا